واليوم اختي الكريمه جيت نتهلا فيك، ما غاديش تعاودي تمشي للصالونات ديري صوان فيزاج او تنقي البشره ديالك باثمنه خياليه، غتولي تنقيها في المنزل بمكونات بسيطه. ما عليك غير تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستفدي، وغادي تعجبك الوصفتين اللي غادي نعطيك مليون في المئه. السلام عليكم العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اختكم سناء من لايك فضلا وليس امرا تشجيعا لكم لنا، غير باش كتزيدوا تحفزوني وتزيدوا تشجعوني باش دائما نجيب لكم المزيد من المزيد ديال الوصفات. ما تنساوش اختكم، يلا هبطوا دابا 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 ديروا لايك تشيو لتحضير الوصفه الاولى والتطبيق ديالها. مكونات بساطين متوفرين في كل منزل. الشيء غادي نستعملوها البنات هو الفازلين، غادي نجيبوا كميه من الفازلين وغادي نحطوها. انا دابا كنوريكم وانتوما يعني طبقوها على، يعني الا كان عندكم مثلا هنايا، كاين الناس اللي تيكون عندهم هنايا، يعني نتوما طبقوها هنا اي بلاصه عندكم فيها الرؤوس السوداء طبقوا هاد الوصفه هذه على هاد الشكل هكا صافي. وغادي نجيبوا البلاستيك ديال المطبخ على هاد الشكل، انا نوريكم خاصنا نطويوه مزيان، انا نوريكم، ونحطوه على المنطقه اللي عندنا اللي غنحتاجو على هذا الشكل هذا هكا صافي. البنات على هذا الشكل هذا، وغادي نجيبو فوطه. هذه البنات غادي نوض ندف فيها، خاصها تكون دافيه، ضروري تكون دافيه، وغادي نرجع معكم. ها هي البنات، كتجيبوا فوطه دافيه وكتحطوها على هاد المنطقه هذه على هاد الشكل هذا، وكنخليوها هكا، وكنخليوها على المنطقه اللي عندنا فيها يعني الرؤوس السوداء، كنخليوها 5 دقائق. يعني متى كان عندكم هنا، كان عندكم في الوجه، كان عندكم في الذقن، كتخليوها 5 دقائق على هاد الشكل هذا، هي اللي كتخلي لنا المسام يتفتحوا باش غادي نقومو يعني تنقية الرؤوس السوداء بطريقة سهلة، يعني بدون وجع بدون ألم صافي. هنا البنات كيف ما شفتو، من بعد ما حيدت الفوطة ديالي غادي نحيد هاد البلاستيك هذا على هاد الشكل هذا، وغادي تلقاو المنطقة سخونة ورطبة، يعني غتحسو بواحد الرطوبة هنايا لأنه المسام كتفتح. هانتوما شوفو كيولي الأحمر، أنو المسام كتفتح. دابا غنمسح هاد الفازلين هادي على هاد الشكل هذا هكا، وغادي نجيبو البنات مقبض هذا وغنبقاو نحيدو على هاد الشكل هذا هكا هكا. انا راه ما عنديش بزاف الناس اللي تيكون عندهم يعني الرؤوس السوداء، راه غيبقاو يحسوا بها يعني كتخرج على هاد الشكل، وغير بشويه بهذا المقبض هذا البنات. ها هو ديال الشعر، هانتوما انا نوريكم، شوفوا نوريكم هنا في الكاميرا، ما عرفتش يبان لكم البنات ولا لا. شوفوا عاد انا راه ما عنديش بزاف، ما عرفتش يبان لكم البنات. ها هو هانتوما شوفوا، ها هو عاد انا راه ما عنديش بزاف. واخا تشوفوا النيف ديالكم حمر ماشي مشكل، انا رديته حمر كيما طيشه، ولكن ماشي مشكل. تجيبوا الثلج وكتحطوه على الانف ديالكم والمكان اللي حيدتو منه الرؤوس السوداء باش كتسدو المسام. انا ما غنديرهاش دابا، يعني غنوريكم الطريقه الثانيه من بعد منها، عاد ديك الساعه خصني نسد المسام ديال الانف ديالي. ودابا خوتي غادي نشارك معكم الطريقه الثانيه اللي حتى هي جد فعاله وغادي تعجبكم حتى هي، على حسب نتوما والمتوفر عندكم في المنزل. دابا كيف ما شفتوا هنايا راه عندي الماء سخون، هنا راني ضفت الزعتر وضفت الخزامه، يعني على حسب يعني الاعشاب اللي متوفره. ولكن انا شنو كنستعمل، كنستعمل الزعتر وكنستعمل، هانتوما راه الماء راه سخون، كنستعمل الزعتر وكنستعمل الخزامه، كنحطو في المدافي، وكنجيب البنات فوطه على هذا الشكل هذا هكا، وكندير تقريبا هكا، كنبقى واحد 5 دقائق. ولكن الا حسيتو براسكم غتخنقوا عاوتاني رجعوا، يعني رجعوا هزوا راسكم على هذا الشكل هذا، تبقاو
وتهبطوا الفوطه مزيان هكا البنات لهذا الشكل، يعني هذه باش زوينه حتى هذه البنات كتحل لكم المسام، هذه زوينه وكتعقم لكم البشره وكتصفيها حتى هي لانه فيها الاعشاب، فيها الخزامى اللي هي مطهر ومعقم وفيها الزعتر. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما كتخليوا الوجه يعني الوجه ديالكم هنا واحد الخمس دقائق، ولكن غير كتحسوا براسكم انكم تخنقتوا عاودوا تهزوا وعاد عاودوا رجعوا، هنا كتحسوا بواحد الوجه ديالكم عرقان بزاف، يعني تحيدوا الفوطه جيبوا معجون، اي معجون الاسنان عندكم ماشي ضروري هذا، حتى انا هذا اللي كنستعمل، اي معجون الاسنان عندكم، لانه دابا حنايا فتحنا المسام ديال البشره، وهاد الطريقه البنات دابا اللي شاركت معكم راه زوينه حتى الناس اللي بغاو يصفيو البشره ديالهم، يعني فاش غادي ديروا هاد الطريقه هادي غديروا هاد الطريقه هادي اللي خاصه بالرؤوس السوداء في الانف وفي الذقن وكذلك هنا، ولا بغيتوا ديروا يعني مثلا وصفه للبشره ديالكم كامله من بعد ما ديروا هادي وتساليوها وتمسحوها، ديروا وصفه اللي مثلا ديروا فيها القهوه ديروا فيها الصفار البيض ودوزوها على البشره ديالكم كامله، يعني تنقيوها وديروا لها غوماج عاد ديك الساعه تسدوا المسام وعاد دهنوا البشره ديالكم، يعني انا عطيتكم ضربوا عصفورين بحجره واحده. صافي في هاد الاثناء غادي نجيبوا يعني هكا هانتوماياه معجون الاسنان على هذا الشكل هذا هانتوما هنا كتكون هنا. هو البنات راه فاش كتحلوا المسام ديال الوجه ديالكم وكتحطوا هذا المعجون ديال الاسنان راه كتحسوا بواحد ما عرفتش كتحسوا بحال كيوجعكم شي شويه، ولكن ماشي مشكل. صافي كنجيبوا هذه الفرشات هذه وكنبقاو ندوزوا على المنطقه اللي عندنا فيها الرؤوس السوداء على هذا الشكل هذا هانتومايا هانتوما، ولكن غير بتأني البنات لانه المسام محلوله وما تكونش شي حرشه، يعني الفرشات ما تكونش حرشه شويه، نبقاو تقريبا واحد الخمس دقائق صافي وغادي نمسح عاد. صافي هنا البنات من الافضل نجيبوا هذا الورق ديال المطبخ ونمسحوا به هكا لانه هويا تيكون رطب على البشره هكايا غير بشويه البنات، البشره ديالنا راه غادي تكون يعني فاش غديروا هاد المعجون الاسنان غتحسوا بواحد واحد الحرائق واحد شي شويه، يعني حيت كنكونوا فتحنا المسام ديال البشره ديالنا. جيبوا قطعه ديال الثلج هنا نوريكم، هنا البنات انا عندي هاد يعني ما عنديش قطع ديال الثلج، عندي غير هاد يعني هاد الشيء هاد اللحم هذا مجمد غادي نجيب باش نسد المسام هكا على هاد الشكل هذا، لانه المسام ديالي محلوله خاصها تسد هكايا هكا البنات. راه فاش تتوضعوا يعني حاجه اللي فيها الثلج على المكان اللي وضعتوا فيه معجون الاسنان راه كتحسوا بحال الكمادات. نجيبوا اي كريم عندنا اي كريم، انا هذا الكريم هو يعني اللي محبوب عندي كنستعملو بزاف، نجيبوا اي كريم وندهنوا به نتوما ندهنوا به المنطقه يعني من بعد ما نكونوا سدينا المسام هانتوما يا شوفوا صافي تتولي البشره ديالكم نقيه وما كيبقاش فيها نهائيا الرؤوس السوداء. نتمنى ان خوتي هذه الوصفه هذه يعني تنال الاعجاب ديالكم، عرفتي البنات كنحس بالبشره ديالي فيها واحد الانتعاش رهيب وخطير غزال. يلا خوتي هنا كيسالي الفيديو وتهلاو ليا براسكم الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.